خبر سعيد جدا. لا والله هو خبر حلو واني كلش فرحانه، لانه ثاني يوم العيد اني راح اكون بالبصره. البصره 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 والبصره يا ملعون. الحفله راح اكو حفله راح يكون بيها عبد الله الهميم ونور عرب سوسي وتارا فارس. اني الحفلة راح تكون بفندق الشيراتون بقاعة الفراهيدي. انا كلش فرحانة راح اجي للبصرة، جاية للبصرة، جاية للبصرة، لا حد يحكي وياي عرفتوا لو لا، ممنوع احد يحكي وياي جاية للبصرة. وطبعا اكيد اني راح انزل لكم البوستات اللي تقدرون تحجزون من عندها، او الارقام موجودة بيها والمعلومات كل شيء موجود بيها كاملة. انا اخاف على هاي الطير، كلش عاشقتها كلش حابتها يعني من صدق، احس روحي ما ادري يعني في مالتي. حتى ارجع لازم انظف البيت وانام. طبعا راح اشوفكم كارثه صايره بالبيت، يعني كل شيء رهيب، ما اعتقد احد بيته مثلي ابد ابد ابد. واخيرا نظفت غرفتي اللي كانت حالتها كلش تعيسه، كل شيء تنظف وترتب حاليا، اهم شيء اللقطة هذه. لا والله كلش ارتاحت من نظفت الغرفة، يعني مستحيل ما اعرف شلون كانت عايفتها.